مدبولي يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء وحدة مراجعة وتبسيط الإجراءات إرادة. التعليم امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 17 أغسطس المقبل. التعليم 83% نسبة النجاح بالمدارس الحكومية في الثانوية العامة و62% بالخاصة. مصر تستضيف الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية. ميل أون ساندي تبرز افتتاح هرمين للجمهور لأول مرة منذ عام 1965 لجذب السياح. مفتي الجمهورية يجوز الحج والعمرة بالتقسيط. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر الثلاثاء المقبل. الخارجية الفلسطينية تدين انحياز الولايات المتحدة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي ومخططاته. فرنسا تحذر من خطر الانزلاق إلى حرب بين الولايات المتحدة وإيران. بوتين يؤكد أهمية العلاقات مع فرنسا لضمان أمن واستقرار أوروبا.